نرجع لحديثنا مع الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة. ويمكن كان سؤالنا قبل الفاصل إننا هنتكلم على مبادرات البنك المركزي المصري اللي أطلقها خلال الفترة اللي فاتت لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا. أستاذ طارق، بالنسبة للمبادرات اللي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرا بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن في بعض منها كان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ومجلس الوزراء، من وجهة نظر حضرتك مجمل هذه الإجراءات والقرارات والمبادرات اللي أطلقها البنك المركزي وتأثيرها على المواطن من ناحية والحياة الاقتصادية من ناحية ثانية؟ طبعا يمكن توجيهات القيادة السياسية من بدء الأزمة يمكن كانت بتهدف إلى ضمان عملية التشغيل ودوران عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة. صحيح. فيمكن المواضيع دي كلها خلت أن الحكومة والبنك المركزي تتحرك بشكل سريع ان احنا ناخد اجراءات استباقيه لضمان استمرار كل هذه الاجراءات. يمكن انا هنا عايز اتكلم طبعا على دور البنك المركزي. الحقيقه اللي احنا بنقول دايما ان البنك المركزي لديه خبرات تراكميه مرت على مدار سنوات الحياه طويله في معالجه الازمات والتصدي ليها الحقيقه، ويمكن ده شفناه على مدار سنوات طويله منذ بدء الأزمة العالمية في 2000 والمالية العالمية في 2008، مرورا بثورتين في 2011 و13، ونهاية في برنامج ناجح لتحرير سعر الصرف. فاحنا بنقول هنا ان البنك المركزي بيحسن من استخدام ادواته، سواء ادوات السياسة النقدية او ادواته الرقابية، وده الحقيقة انعكس في الفترة الاخيرة على الاجراءات والمبادرات اللي خدها البنك المركزي خلال الفترة اللي فاتت. احنا شفنا طبعا في تخفيض لسعر العائد على الإقراض والإيداع البنك المركزي بنسبة 300 نقطة مرة واحدة، الحقيقة 3% طبعا، وده كان شيء جيد جدا، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفايدة على المبادرات التي أطلقها منذ أكثر من أو 5 شهور يمكن قبل بدء الأزمة لتشجيع برضو عملية الإنتاج وتعميق الصناعة وفرق ويعني خلق فرص للتصدير. كل الامور دي كانت امور جيده ان البنك المركزي قدر يخفض سعر الفايده برضه ب 2% على اساس نضمن استمرار عدم عجله التشغيل والانتاج. طبعا في الحقيقه طبعا من اهم الاجراءات اللي تم اتخاذها خلال الفتره اللي فاتت برضه من البنك المركزي ان تم تاجيل اقساط القروض، سواء قروض على المقترضين الشركات او الافراد بحوالي 1,800,000,000,000، ويمكن ده طبعا رقم الحقيقه كبير جدا، وكان بيهدف هذه التاجيلات ان احنا نتيح سيوله في السوق في الاسواق، سواء من خلال العملاء الشركات انها يبقى عندها سيوله لدفع الاجور والمرتبات للعاملين ويعني تدبير احتياجاتهم من يعني طبعا احتياجات راس المال العامل وخلافه. فطبعا ده اكيد بشكل كبير جدا اثر على او استوعب بشكل كبير الاثار السلبيه للازمه خلال الفتره اللي فاتت. طبعا يمكن كان في مبادرات اخرى 100,000,000,000 تمويل للقطاع الصناعي. طبعا طبعا دي طبعا مبادرات احنا بنشوف ان البنك المركزي قام بيها حتى قبل الازمه، ولكن اللي شفناه الحقيقه ان البنك المركزي بيتفاعل بشكل كبير، يمكن حتى يعني طور هذه طبعا المبادرات. طور هذه المبادرات. يعني يمكن كانت المبادرات زي ما انا قلت في الاول كان سعر الفايده 10%، كان حاطط سقف على حجم مبيعات هذه الشركات القطاع الخاص ان احنا يتم تمويلهم، تم رفع الحدود، تم تخفيض سعر الفايده، ودي طبعا كلها امور ايجابيه جدا. بدا بالظبط وضم قطاعات اخرى، يعني شفناه هي المبادره ابتدت بالقطاع الصناعي، وبعد كده لقينا البنك المركزي بيضم القطاع الزراعي. صحيح. ومؤخرا لقيناه ضم القطاع المقاولات. صحيح. يمكن كان في مبادره قبل كده برضو ب 50,000,000,000 جنيه لتمويل القطاع السياحه، وايضا مبادره اخرى ب 50,000,000,000 جنيه للقطاع التنميه العقاريه لتمويل الوحدات لمتوسط الدخل. امور كلها كثيره الحقيقه كانت مهمه ان احنا البنك المركزي كان بيهدف ليها للحفاظ على معدلات نمو جيده، الحفاظ على التشغيل والعماله، والامور دي في النهايه
بتحقق أهداف السياسة النقدية للبنك المركزي. صحيح. لو بنتكلم على الحفاظ على معدلات تضخم جيدة وأمور أخرى تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي. يمكن إحنا لو بصينا على كافة هذه المبادرات، يمكن طبعا البنك المركزي يعني عنده من التخصصية إن هو بيتيح هذه المبادرات لقطاعات معينة إنها بتضمن أولا الحفاظ على العمالة. يعني لو بصينا على هذه القطاعات مجمعة، سوري المبادرات مجمعة، يمكن هي بنتكلم على قطاع صناعي زراعي، قطاع مقاولات وتنمية عقارية، دي كل القطاعات دي بتستحوذ حوالي على 50% من الناتج القومي الإجمالي. صحيح. وده طبعا يعني بالإضافة إن إلى كده إنها مبادرات أو الحقيقة أو سوري قطاعات كثيفة العمالة.